مرحبا واضح، انا عبد الكور الرجل الاصفر. انا الاصفر ما بشرحه ابدا، كل لباسي اصفر، بالفرح بالعزاء والفرح بلبس اصفر، وبتقبلوني الناس الكائن فرح والكائن سوى عزاء. هذا اللون الأصفر صار هويتي وصار مستقبلي وصار إشو عزي وكرامتي وشهرتي في العالم، هو اللون الأصفر كله أصفر. أولاً لون حلو، وأولاً ثانياً اللون الأصفر بيعطي هيك الفرح والبهجة والسرور للناس. البطانية تتخذ قدامك، تقومي كل الأدخال، البيجامات، الداخليات، الخارجيات، الطواقي، اللفاحات، كله أصفر بأصفر أصفر. والتمثال تبعي مكتوب أبو زكور الرجل الأصفر ترامب حلب، محطوط في أحد المحلات في العزيزية، وكل الناس في اي حق سوريا بتيجي بتصور عندها التمثال، وهذا فخر لي، وهذا بتمنى اني يحطوا لي تمثال ثاني بالشام هيك. انا حلمي ادخل كتاب جينيس، ودخلت كتاب جينيس، وراي ادخل كتاب جينيس، لاني انا 40 سنه ما حدا بقدر بيلبس 40 سنه فرد لباس. ثانياً أني أنا اليوم الشعب بيحبني، وأنا هلأ أدى بدي أساوي مثلاً أمشي بالشارع، بقولك الشارع كله أنا بمشي بالشارع بمدينة حلب، الشارع كله ما بخلي السلامات، كله عم سلم علي رايح وجاي. بشكرهم على محبتهم وألفتهم إلي، كل شيء عم يشوفني الآن على الكاميرا يحبوا بعضهم ويتعرفوا مع بعضهم، وأنا بتمنى لهم المحبة، يحب نحب بعضنا كلياتنا مع بعضنا. باي.